وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الأستاذ الشاب عبد الفتاح ناعوم كيوجه رسائل مباشرة للجزائر من بعد ما خرجات بيان تدين فيه مجلس الأمن من بعد القرار اللي خرج مؤخرا. وهنا هضر على واحد النقطة مهمة، وهو أن الجزائر طوال السنوات اللي فاتوا فين ما كنتي كتناقش معاهم كيقول لك حنا ما عندنا حتى شي دخل في هذا المشكل. المشكل مطروح لدى الأمم المتحدة، وحنا كنشوفوا الان الامم المتحده خرجات بهذا القرار، الا ان الجزائر خرجات بيان تدين فيه وتتهم اطراف دوليه كبرى. وكيتسائل علاش موريتانيا ما خرجاتش بيان، لانها فعلا ماشي طرف مباشر، فيما الجزائر خرجات بيان لانها طرف مباشر. نخليكم مع شنو قال الشاب عبد الفتاح ناعوم، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. اليوم حين يقال موائد مستديره على أساس مقترح الحكم الذاتي واستئنافها مع رجل لا يريد الفشل، يتعلق الأمر بستيفن دي مستورا، ويشار إلى الجزائر كطرف رئيسي، ومنذ بداية مسلسل المفاوضات حتى نهايته بالنص كتبت أي أن عليك المشاركة كطرف لك علاقة وشأن بهذا النزاع. والجزائر استبقت ذلك في 21 أكتوبر ببعث رسالة إلى مجلس الأمن، كانت على دراية ربما ماذا سيحدث. اليوم وضعت في الزاوية، ماذا ستفعل؟ لا حل لها سوى أن يعني تزيد من انكشافها أمام المجتمع الدولي، لأنه ما هي المشكلة الآن؟ لماذا ترفض الجزائر الذهاب إلى الموائد المستديرة؟ الجزائر تعرف أنها إذا ذهبت إلى الموائد المستديرة في هذا التوقيت، الآن الدعوة إلى الموائد المستديرة أصبحت بقرار أممي، لم تعد مرتبطة بمهمة فقط موكولة للمبعوث الأممي إلى المنطقة الصحراء. وهي اعتراف بأن أساس الحل هو الحكم الذاتي. تماما، وحينما تدعى الجزائر لحضور يعني الموائد المستديرة بناء على قرار أممي، هذا له دلالات كبيرة جدا، لأنه حينما تحضر الجزائر إلى هذه الموائد سيتنكشف كل هذا الكلام الفارغ الذي يسوق في الإعلام، لأنه الحديث على أننا ندعم يعني البوليزاريو لأننا ندعم ما تسميه حركة التحرر، هذا الكلام غير قابل للصرف في الأمم في مجلس الأمن، لأن لا يوجد له مكان، هذا يوجد له مكان في الإعلام الجزائري، يوجد له مكان في التعبئة وفي التحشيد داخل بعض أوساط الرأي العام الجزائري. تحرر ممن؟ طبعا، لكن في الأمم المتحدة، في الأمم المتحدة أنت تتكلم بمنطق المسؤولية. أولا القضية كيفت في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة على أساس أنها قضية أمن وسلم، لا يوجد هناك لا تحرر ولا أي شيء من هذا الكلام الفارغ، قضية أمن وسلم. حينما تحضر كطرف أنت معني بحفظ الأمن وبالسلم. الأمم المتحدة منظمة أممية أنشئت منذ العام 1945 من أجل حفظ الأمن والسلم الدولي، وبالتالي لا يهمها كل هذا الكلام الفارغ. حتى في ميثاق الأمم المتحدة حينما تتضاد مبادئ تقرير المصير وكل هذه الكلام، حينما تتضاد مع حفظ الأمن والسلم ومع الشؤون الداخلية للدول، فإنه الأولوية تعطى للدولة. الأمم المتحدة القانون الدولي مؤسس على الدولة، على مفهوم الدولة، على الاعتبارات القانون الواقعية للدولة اللي هي الإقليم والشعب والاعتراف الدولي والسلطة السياسية ويعني العناصر الأساسية المكملة لمفهوم الدولة. وبالتالي كل ما يتضاد مع الوحدات الترابية للدول، مع يعني المادة الثانية من الميثاق، كل ما يتضاد معها هو ساقط. وبالتالي أنت ستحضر إلى الموائد المستديرة لتعيد لتجدر كلام من السبعينات والستينيات، هذا كلام لم يعد السياق يقبله، وبالتالي يعرفون أنهم سينكشفون. إضافة إلى هذا هناك عامل مهم، الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية فاشلة ومتكلسة ومطرهلة، لا يمكن أن تواجه القدرات التفاوضية القوية والخلاقة للدبلوماسية المغربية، إضافة إلى أن الدبلوماسية المغربية تدخل إلى هذا المعترك الدبلوماسي وهي مدفوعة بوقود شعبي، بوقود يعني عاطفي حماسي حقيقي، لأن القضية قضية كل مواطن، قضية المواطنين المغاربة. في الدبلوماسية الجزائرية ستحضر إلى هذا المجلس إلى مجلس الأمن بأي صفة يعني، وهي مدفوعة بماذا؟ نخبة ما هو الدافع؟ هي فقط يعني سيكون الموضوع يشكل رأيا، يعني هم يخافون من أن يحضروا إلى مجلس الأمن ويكيف موقفهم كما يكيف مجلس الأمن موقف بوليزاريو. بوليزاريو في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة يعتبرون منظمة لا ليست لديهم أي صفة، يعني موقفهم في النهاية وكأنهم يقولون وجهة نظر جمعية. المغرب صاحب قضية، هذا هو الفرق. صحيح. يعني في الأمم المتحدة، هذا الذي يجب أن يعرفه حتى المتتبع الكريم، القضية في الأمم المتحدة قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب تعني قضية، قضية دولة، قضية أمن دولة وقضية وحدة ترابية لدولة. بالنسبة لبوليزاريو وبالجزائر قضية وجهة نظر، هم يخافون من هذا الانكشاف، لذلك يهربون من أن يكون التفاوض بناء على يعني قرار أممي وداخل المجلس. انتهت الأمور، أصبحت مكشوفة اليوم مع الإعلام، مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع أصوات معارضة تتحدث بلغة الأرقام حتى عن ماذا خسرت الجزائر وماذا كسبت من دعمها لميليشيات البوليسار.
لنتمعن بعض الشيء في بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية، يعني أعربت عن أسفها إزاء النهج غير المتوازن المكرس في صيغة القرار. نهج غير متوازن كرس في هذا القرار، وقالت بأنه يفتقد بشدة إلى المسؤولية والتبصر. عن أي توازن تتحدث وعن أي تبصر تتحدث وفي نفس الوقت تقول أنه قرار متحيز بسبب ضغوط عدد من القوى الكبرى، وكأنها تشير إلى فرنسا وأمريكا. قراءتك في اللغة المستخدمة في بيان وزارة الخارجية الجزائرية؟ أنا بالنسبة لي هو بيان هزيمة، بيان هزيمة، بيان انتكاسة، بيان فشل في مساعي حثيثة كانت قد أقدمت عليها الجزائر من أجل حمل مجلس الأمن على أن يذهب في والله قرار. والله أنت طيب منك تقول مساعي، هذه مؤامرات. لا مساعي مؤامرات ضريف بزاف. مساعي، وأنا أقوم بأساليب التوائية مع مجلس الأمن وأحذره وأمارس الابتزاز ولغة الوعيد والتهديد، أنني لن أشارك في الموائد المستديرة. الأكثر من ذلك، الأكثر من ذلك، كل ما قاموا به من أجل أن يجهضوا هذا القرار، من أجل أن لا يخرج، أو على الأقل كانوا يريدون أن يكون قرار أممي لمجلس الأمن مثل قرارات أخرى سابقة، فيه مواقف حاسمة من الحكم الذاتي، فيه مواقف حاسمة من النزاع المفتعل، فيه مواقف حاسمة، لكن فيه بعض المساحات الرمادية وبعض العبارات التي يمكن أن يقدموها لرأيهم العام على أساس أنها انتصار. نعم. وبالتالي هذا اختفى هذا العام في هذا القرار، لذلك يندبون حظهم، هم منتكسون ومنهزمون، وهذا بين هزيمة. لذلك أنا أقول هذا الكلام. لماذا؟ أنا أتفق مع الأستاذ حسين، لأنه المغرب لا يفاوض على القضية ولا على عدالة القضية ولا على وحدة الترابية أبدا. المغرب يخوض آليات تفاوض دبلوماسي من أجل كشف نزاع مفتعل وإنهائه من موقع مسؤولية، من موقع أنه دولة يؤمن بالمجتمع الدولي وبالمنتظم الدولي وبالآليات الأممية. المشكل في الضفة الأخرى، يتبجحون بأنهم يتبنون الآليات الأممية، ويتبجحون بأنهم مع الأمم المتحدة، ومع أن كل ما قلنا لهم أنتم من يفتعل هذا النزاع، نعم، يقول لك أنا لا علاقة لي بهذا النزاع، النزاع موجود لدى الأمم المتحدة. الآن الأمم المتحدة هي التي تضع مسارا، فهم ماذا يفعلون؟ يعني في بيانهم يدعون إلى مسارات أخرى أساسا، يعني هذه المسارات الأخرى وردت ميتة. يتكلمون على أنه مجلس الأمن والسلم الأفريقي يجب لا هذا طوري. لم يشر يتكلمون إليه القرار نهائيا، هناك حصرية الأمم المتحدة وأرادوا أن يشركوا ويعطون ترى الاتحاد الأفريقي وترى أخرى الاتحاد الأوروبي. والمشكلة يعطون للمينورسو مهام هي ليست مهامها أصلا. مينورسو مهامها منذ أن تأسست هي مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. صحيح. فيما يتعلق بموضوع الاستفتاء، هذا الموضوع أوكل إلى المينورسو حينما كان يتبناه الطرفان، كان المغرب وكان البوليزاريو يتبنون هذا الموضوع الاستفتاء، والمغرب هو صاحب المشروع أساسا. يعني هم يزايدون بالأكاذيب، يعني يزايدون بالأكاذيب. المغرب هو صاحب مشروع الاستفتاء، وحينما جاءت المينورسو، لأنه المغرب صاحب مشروع الاستفتاء منذ 82 منذ قمة نيروبي. صح. وحينما جاء اتفاق وقف إطلاق النار، كانت مهام المينورسو هي مراقبة هذا الاتفاق، لكن وكلت إليها مهام تنظيم الاستفتاء، لأنه كان الطرفان يتبنيانه. يعني لما أفشلوا هم أفشلوا مشروع الاستفتاء، وكانوا يريدونه استفتاء نتيجته مضمونة سلفا، وهي تقسيم المغرب. هم لا يريدون الاستفتاء، يعني لا يريدون القيمة الديمقراطية لتقنية أو لإجراء الاستفتاء، لا يهمهم هذه التقنية. لو كانوا يؤمنون بالاستفتاءات وبالديمقراطية وبهذه القيم لقاموا بها في تندوف، لعلى الأقل سمحوا للمندوبية السامية أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لكي تذهب لتحصي اللاجئين. وهذا ما أشار إليه القرار طبعا الأممي. طبعا طبعا أشار إلى ضرورة إحصاء ساكنة هم يريدون تندوف. هم كانوا يريدون استفتاء يضمن تقسيم المغرب فقط، يريدون النتيجة سلفا. لكن حينما الأمم المتحدة ومنذ مهام، يعني منذ أن أنهى جيمس بيكر مهامه، قالها صراحة، وكانت يعني مواقفه وتقريره وتقديره للوضع كان هو الأساس الذي سيبنى عليه لاحقا مفهوم، يعني مفهوم الحكم الذاتي. نعم. الذي توفق عليه أمميا. المشكلة عندهم الآن هو أنهم يعني يضربون خبط عشواء، يضربون أخماسا في أسداس، يقولون كلام من الماضي، ثم يعني يلبسون الحق بالباطل ويذهبون، يعني يحاولون أن يهربوا إلى الأمام، لأنه هذه لغة المنهزم الذي يعني يريد أن يسوق وهما مفاده أن القضية يعني هو ليس متدخلا فيها. نعم. وفي نفس الوقت يصدر بيانا. يعني أنا بالنسبة لي، ما معنى أنت ليس تقول، يعني ما يقول لك مجلس الأمن يا أخي تعال إلى مجلس الأمن من أجل الموائد المستديرة، تقول أنا لست طرفا ولا علاقة لي بهذا النزاع، وتصدر قرارا ولكن قرارك غير مسؤول. بالمناسبة موريتانيا لماذا لم تصدر بيانا بخصوص الموضوع؟
تعتبر نفسها طرف غير معني، تلتزم الحياد الإيجابي. صحيح. لا تصدر، لا يمكن أن تصدر بيانا على تقرير مجلس الأمن. أنت تصدر بيانا تدين فيه تقرير مجلس الأمن وتعتبر نفسك غير معني. لا يعني وتتهم، وتتهم. كيف يمكن للمنتظم الدولي أن يتعامل مع من يتهرب من تحمل مسؤولياته الجزائر؟ وطرف آخر يقول لك لا، لا يوجد هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، الأمور انتهت. أنا أعتقد أنهم الآن دخلوا إلى نفق مسدود، بوليزاريو ولا الجزائر. لماذا؟ لأنه على مستوى الآليات الأممية، يعني حتى إذا كانوا يعني لا يفهمون فليفهموا كيف تمشي الأمور. أنت حينما تقول أنك لست طرفا معنيا بنزاع معين، والدولة التي يهمها الموضوع والتي يهدد هذا النزاع المفتعل وحدتها الترابية منذ 46 عاما، يقول أنك أنت من افتعل هذا النزاع ولك علاقة مباشرة به وكل الأدلة موجودة. لا، الأمم المتحدة تقول أيضا. لا، لا، الأمم المتحدة تقول ذلك. أنا أقول يعني أنطلق من مواقف الأطراف. نعم. من مواقف الأطراف. هذا الطرف يعني يقول لك هذا الكلام، أنت ترد عليه بأنك فقط تتحامل عليه وأنه لا علاقة لي بهذا النزاع. الآن الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول لك أنك أنت طرف، ونحن نريد لك أن تكون طرف، لك دور، طرف إيجابي في الحل. ألا تقول أنك تسعى إلى حل النزاع وبرضا الأطراف؟ إذا تعال إلى الموائد المستديرة من أجل أن نجد حلا لهذا النزاع. يعني هذه الآليات الأمم المتحدة، أنت حينما ترفض هذه الآلية وتقول أنا لا علاقة لي بالنزاع، في المستقبل المسار الذي ستدخل إليه هذه القضية في علاقة بأطرافها هو أن الموضوع سيصبح فيه يعني تحميل للمسؤولية للجزائر من طرف الأمم المتحدة بناء على المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، يعني مبدأ تدخل، أنه هذا يعتبر أمميا الآن، تعتبرك الأمم المتحدة طرفا. نعم. وتقول لك نريد لك دورا، نحفظ لك دورا في حل هذا النزاع بحكم الجوار. يعني هذا منطق الأمم المتحدة، كيف تدير النزاع، كيف تدير الملف. حينما ترفض أنت الانخراط في أي مسار إيجابي أممي لحل هذا النزاع، تضع نفسك أمام مهب الريح لكي تتهم مستقبلا أمميا بأنك تتدخل في الشؤون الداخلية للجار، حينما تتكلم ولو بكلمة لا عن المبعوث ولا عن النزاع ولا عن المسار الحل ولا عن أي قضية من قضايا النزاع. حينما تتكلم مستقبلا الجزائر عن هذا الموضوع، إذا رفضت الآن هذا المسار فستضع نفسها في مهب هذه الإدانة، وآنذاك سنسمع يعني بيانات نحيب أكثر من هذا الذي سمعناه الآن. سيتكلمون مستقبلا، وبدأنا نسمع على أي حال يوم أن فض يعني المغرب وطهر ونظف معبر القرقالات من يعني قذارات هؤلاء المرتزقة، سمعنا هذا البيان، سمعنا الإدانات للأمم المتحدة. هم من الآن يتهيئون للتصعيد في الإدانة للأمم المتحدة وسلوكاتها تجاه تكريس الواقع القانوني والتاريخي والحق العادي للمغرب. بيان الخارجية واضح حين يتحدث عن هناك عن إشارات مهمة جدا، تحيز وكذا، هذه اتهامات موجهة للأمم المتحدة. ماذا عن جبهة البوليساريو؟ يعني اليوم هي أنت تعلم بالريموت كنترول تسير من الجزائر. الجزائر قالت لها شاركي في المواد المستديرة، ستشارك، لم تشارك فاعلم أن الجزائر من خلفها. اليوم الجزائر ترفض المشاركة، الأمم المتحدة تقول كل الأطراف، بوليساريو سيكون موقفها من موقف ترفض الجزائر. وقف إطلاق النار. هي أساسا مشكلة البوليساريو هو أنها أساس شاركة في الجزائر، يعني لأننا نكذب على بعضنا البعض. هذه يعني مقاولة أسستها الجزائر في تندوف، في الرابوني تحديدا، لأنه تندوف فيه مخيمات، فيها محتجزون، فيها أهلنا محتجزون، وهذا الموضوع سيفتح وسيفتح بقوة وسينقلب الآن يعني على الضفة الأخرى. الآن كل يعني الحبل على الجرار، ستنقلب الضفة على اللعب على الضفة الأخرى الآن. البوليساريو كل ما يوجد فيها بضع يعني أو أعشار مرتزقة موجودون في الرابوني تسيرهم الجزائر، هم عبارة عن مقاولة أسستها الجزائر هناك، وبالتالي موقفهم يستنسخ من موقف الجزائر أو يأتمرون بأوامر الجزائر. مشكلتهم ومعضلتهم الآن أنه الأمم المتحدة تعتبرهم منظمة، يعني لا تعتبر لهم أي صفة دولة أو أي صفة طرف يعني أصيل. حتى الأمم المتحدة لا تعتبرهم أصيلا، تعتبرهم وكيلا في النزاع. وبالتالي حينما يتكلمون على أنهم خرجوا من اتفاق وقف إطلاق النار، الجواب كان بتجديد مهام بعثة المينورسو. لو كان هناك يعني وقف أو نهاية لاتفاق وقف إطلاق النار وكانت في المنطقة توجد حرب، هل يجدد يعني مجلس الأمن لبعثة المينورسو؟ لا. يعني ما هي مهام بعثة المينورسو إذا كان هناك حرب؟ هي أساسا يعني تم إنشاؤها حينما وقفت الحرب من أجل أن تراقب اتفاق الأطراف في يعني فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والتزامهم ومدى التزامهم. وتسجل يعني المينورسو سنويا أنهم مرتزقة البوليساريو يقومون
بمهام أو بأعمال صبيانية وعدائية، يعني هي لا ترقى في التكييف الأممي وفي التكييف تكييف مجلس الأمن، لا ترقى إلى درجة أنهم قادرون على حرب، يعني حتى يعني هذا خروقات يعني درجة يعني يعني الصغار التي باتوا عليها، أنه حتى في تقارير المينورسو لا يتعامل معهم كتنظيم عسكري، يعني لا يتعامل معهم كما نلاحظ في تقارير الأمم المتحدة حينما يتكلم عن داعش أو حينما يتكلم عن التنظيمات العسكرية التي تهدد الأمن والسلام، يتكلم معهم يعني كصبية يشوشون، يقومون بأعمال صبيانية مشاغبات، وهذه المشاغبات ما هي هدفها؟ يعني هو واضح ومكشوف، يريدون أن يجروا المغرب لكي يقوم بسلوك عسكري، لكي يعتبر أن المغرب اعتدى عليهم. صحيح. المغرب تفطن لهذا، أخطر الأمم المتحدة أكثر من مرة لدرس القرقالات يجب أن نعود إليه كل مرة طريقة التي يعني فضت بها هذه التجمعات البائسة التي كانت تستهدف المدنيين. المغرب كان مسؤولا وأخطر الأمم المتحدة وأخطر المينورسو، ويعني حضور المينورسو شهدوا كيف كان المغرب مسؤولا في التعامل مع هذه. صحيح. وفوق كل هذا البوليزاريو هي الآن داخل الأمم المتحدة وداخل أروقة الأمم المتحدة، وهذا لا توجد لديها أطروحة، لأنه حينما تكون يعني النزاع معين بين أي طرفين في العالم داخل منظومة أممية الحديث يكون عن أطروحات، يعني الآن المغرب يتكلم على أطروحات الحكم الذاتي التي هي مدعومة أممية. نعم. بالمقابل الجزائر ما هي أطروحتها في البيان، في البيان الخارجية والذي هو واحد من هو موقف بوليزاريو؟ أطروحتهم هي العودة إلى يعني مجلس الأمن والسلم الإفريقي وأن يكون له دور الاستفتاء، لا توجد أطروحة. يعني أنت حينما تتهرب من تفاوض تتهرب لأنك ليست لديك أطروحة لتناقش بها في مجلس الأمن ولا في الأمم المتحدة. بوليزاريو سيكون موقفها نفس الموقف. أنا أعتقد أن في المدى المنظور ستتجه في يعني شكل أكثر يعني جلبا للنفور داخل الجزائر، داخل يعني داخل المجتمع الجزائري. المجتمع الجزائري لا يتبنى هذا المشروع. يعني سنعود للمستقبل ويرفضه. قراءة مستقبلية في ختام الحلقة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نتشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.